هذا كريستيانو رونالدو بعمر 39 سنه وبريتنج 90 ومع نادي النصر، وهذا ليونيل ميسي بعمر 36 سنه وبريتنج 91 ومع نادي انتر ميامي الامريكي، واليوم قررت تحدد الافضل بالتاريخ هل هو ميسي او كريستيانو رونالدو، ولكن عن طريق لعبه فيفا. ولذلك بنرجع كريستيانو رونالدو لعمر 19 سنه، وكذلك ليونيل ميسي بيرجع من عمر 36 سنه لعمر 19 سنه. اليوم التحدي مين بيوصل 99 اول وهو اللي راح يكون الافضل، ميسي او كريستيانو رونالدو، ولكن عن طريق الشروط. واذا حابب تضبط تشكيلتك باول لاعبين مالك الا موقع يوسف امباي، وعاملين كود خصم خرافي SYR صار بيخصم لك 6% على اي عمليه شراء بالتم عن طريق الموقع، وطبعا رابط الموقع موجود بالديسكربشن. هي الشروط عنا، واول شرط هو كل هدف بتسجله بتزيد واحد على الريتنج. شرط سهل وبسيط، وطيب لو صنعت هدفين كذلك بتزيد واحد، ولكن لو ضيعت انفراده يا جماعه رح تنقص واحد، بالتالي مو كل الشروط بتزودك، في شروط ممكن تقللك بالريتنج. ولو حققت هداف الفريق رح تزيد 3 حبات على الريتنج، وكل بطوله بتحققها مع الفريق كذلك بتزيد 3 حبات، ولو ضيعت ركله جزاء سواء ميسي او كريستيانو رح ينقص واحد بالريتنج. ولاجل تحقيق هذا الهدف رح نحط اللاعبين بفريق واحد، واللي هو نادي ارسنال الانجليزي، اللي بالمناسبه حاول يتعاقد مع ميسي وحاول يتعاقد مع كريستيانو رونالدو، ولكنه فشل بالتعاقد مع اللاعبين، وللاسف كان ممكن يصنعوا امجاد وبطولات لاجل هذا النادي. ومن بدايه الموسم عندنا بطوله تحضيريه فيها كل الفرق الايطاليه حرفيا. هاي تشكيله ارسنال الحاليه، واضح انه محتاجين هجوم يا جماعه الخير. الاجنحه جيدين، عندك ساكا وكذلك مارتينيلي، عندك الهجوم خيسوس وحاطين هافرتس مهاجم، ما في عندهم مهاجمين غير جابرييل خيسوس، وبالتالي لازم انه نبيع خيسوس ونجيب ميسي ونجيب كريستيانو رونالدو. ومثل ما انتم شايفين الان هذا هو ليونيل ميسي وهذا هو كريستيانو رونالدو، الاثنين قوتهم 80 بعمر 19 سنه وباشكالهم الواقعيه 100%. الان بنتعاقد مع كريستيانو رونالدو وبنضمه على النادي. هلو ذا، اوه يا دون، اوه يا دون، شوف تسريحة الشعر بس. اوه يا كريستيانو، اوه كريستيانو بعمر 19 سنة، طالب راتب 43,000 فقط، وعلى كل 25 جول بده ياخذ مليونين بس. شوف يا جماعة الشغف عنده، بعمر 19 سنة وحاطط لك شرط على الأهداف، يعني من البداية ناوي يصير الهداف التاريخي. وهذا هو الدون كريستيانو رونالدو بقميص نادي الجانرز أرسنال. يا سلام، شوف يعني لازم تقيموها ها؟ سي بس، أوكي. وهذا الليونيل، يا الليونيل، ذكريات يا جماعة، نسخة الليونيل ميسي هي. ميسي. شوف راتبه الحالي يا حرام، عقد سنة بس، ليه يا أخي ليه؟ 3 سنوات طيب، طالب سنة واحدة فقط، وطالب راتب 20,000 وعلى كل 15 مشاركة بياخذ 300,000، ممتاز. وهذا هو ليونيل ميسي مع نادي الجانرز أرسنال، ويلكم. 20 مليون ميسي قدرنا ناخذه بسعر أرخص بكثير صراحة من كريستيانو رونالدو، ولكن ما حكى التقييم اف. والآن بيدخلوا أساسيين على التشكيلة، هذا كريستيانو رونالدو وهذا ليونيل ميسي مهاجمين نادي أرسنال الجدد. وعلى طول إجاني عرض لخيسوس من اليونايتد ب 66 مليون، بنطلب منهم أبو 80 مليون. يلا 84 مليون، ها ها يا عيني. هاي المجموعة الحالية والفرق كلها قوية. جاني كذلك عرض لزينشينكو، والله ممكن نبيعه ونجيب لنا ظهير الصراحة، محتاجين ظهير قوي من زينشينكو شوية، بس زينشينكو ممكن ينباع ب 60. يلا روح. مبدئيا اول مباراه ضد فريق انجلد يا جماعه الخير من ميسي وكريستيانو ومرات عديده، فريق اللي هو اتلتيكو بالباو، وهات نشوف ميسي وكريستيانو شو ممكن انه يساووا. وبسم الله سيداتي سادتي، من ملعب الاستاديو برازيدون، بالبدايه ركنيه وتمريره لليونيل ميسي، وممكن يعملها اسيست لكريستيانو. ميسي ميسي عيني على الباص، حلوه ما زالت، اوديجارد، كريستيانو تحت، كريستيانو تحت، كريستيانو، اوه يا دون، اجتنا ركله جزاء، ولكن المنفذ مو ميسي ولا كريستيانو، المنفذ ساكا. واو ضاعت اول مباراه للاسف خسرناها، ولكني عرفت المشكله من شو. المشكله يا عزيزي وعزيزتي المتابعه انه ميسي مو اخذ رقمه حتى كريستيانو، وهذا السبب اللي ما خلاهم يبدعوا يا جماعه. فبنعطي ميسي الرقم 10 وبنعطي كريستيانو رونالدو طبعا الرقم اللي هو رقم 7. والان يا جماعه اذا ما بدعوا انا ما بفهم شيء. طبعا مثل ما بتعرفوا اللاعبين حاليا ببدايه مسيرتهم فطاقاتهم لازم انها تتطور، يعني نوعا ما كريستيانو افضل باغلب الاشياء الهجوميه، ولكن ميسي افضل شويه بالتمريرات، فلازم نزود الدون بمساله الدربلينج لانه محتاج الصراحه انه يصير مراوغ اسطوري. الان اعطيت ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو افضل الخواص اللي بيحتاجوها، واللاعبين جلدوا نادي الميلان من قبل، وبالتالي انا عم بستنى اداء قوي ضد نادي الميلان. يلا بسم الله نبدا. فرصه من بدايه المباراه، جابرييل مارتينيلي لكريستيانو، ليو ليو، هي انفراده اذا ضاعت بتطلص يا ميسي، ضاعت بتطلص، ولكن ميسي 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 الهدف الاول. الاسيست من مين؟ الاسيست من كريستيانو صح؟ الله يا ليو الهدف الاول، الله عليك يا ميسي. يلا يا دون، يلا يا دون، بانتظار ابداعك يا كريستيانو. وفرصه لكريستيانو رونالدو لمعادله رقم ميسي، كريستيانو 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 راح ومر، يا سلام يا سلام، رونالدو رونالدو رونالدو، ما زالت يا رونالدو، ما زالت ما زالت ما زالت ما زالت يا رونالدو، ما زالت يا الجابرييل، يا زالت، الله الهدف الثاني.
ثاني. اوه هذا الهدف صنعه كريستيانو، اول هدف لميسي. يعني اذا كريستيانو بيصنع هدف كمان بيزيد واحد. حاليا بما انه ميسي سجل هدف وصل 81، طبعا ركلات الجزاء اعطيناها لكريستيانو رونالدو، والركلات الحره اعطيناها لليونيل ميسي، وكذلك في كريستيانو اللي هو على الطرف اليسار. الان مباراه ضد نابولي، وكريستيانو رونالدو خبره كبيره ضد نادي نابولي لما كان بالدوري الايطالي جلدهم. ومن بدايتها ركله جزاء بتزيد ولا بتنقص؟ يدو اخيرا كريستيانو رونالدو بيسجل الهدف الاول. البوكايو البوكايو، يا سلام يا سلام. كريستيانو معك، كريستيانو معك، حلوه حلوه حلوه. اوديغارد اوديغارد اوديغارد، الله هذا اسيست من مين؟ اسيست من مين؟ بعد العوده للفار يا جماعه تبين انه ميسي كان قاصدها كعب بس اجت برجل المدافع، وبالتالي لا يحسب له اسيست على هاي اللقطه للاسف. وانتهت المباراه وكريستيانو سجل هدف، والان انتهت البطوله التحضيريه ودخلنا لاجواء الدوري الانجليزي الممتاز. اول مباراه ضد استون فيلا، واجاني شويه عروض للامانه وحابب اني اجيب ظهير يسار بدل اللي هو زينتشينكو. وحاليا ميسي وكريستيانو وصلوا نفس الريتنج اللي هو 81. قرر جيب اللي هو الفونسو ديفيز من بايرن ميونخ، وعرضياته بتكون بالملي لكريستيانو رونالدو. اوديغارد والله متحمس الولد، ممتاز ممتاز. وهذا الالفونسو وانضم كذلك على فريقنا بنجاح. طيب هذا الالفونسو بينزل كاساسي، والاحتياطي بيصير اللي هو زينتشينكو واللي غالبا حينباع اصلا. اجاني عرض لتيمبر وعرض للظهير اليمين اللي هو وايت، ممكن نبيعه حدود 40 مليون ترى باريس هدول. ماشي تيمبر الوافد الجديد، الصراحه انا شايفه موهبه للمستقبل، فرح نرفض هذا العرض لحد ما يقرر اللاعبين ينباعوا. اول مباراه بتبدا بالدوري ضد استون فيلا، وفرصه حسم هداف الدوري من بدايته لميسي او حتى كريستيانو رونالدو. ميسي ميسي ميسي، كريستيانو معك، كريستيانو كريستيانو كريستيانو، وسجل اسيست من ليو ميسي. يا عيني يا عيني يا عيني اللعبه، الله عليكم الله. النتيجه 2-1 لاستون فيلا وفرصه التعادل. ميسي ميسي ميسي، حلوه حلوه. رونالدو رونالدو ما زالت الدقيقه الاخيره، كمل. جورجينيو 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 يا جورجينيو، ماذا فعل؟ وانتهت المباراه رسميا بخسارتنا. حاليا رونالدو متفوق على ميسي والريتنج عنده 82، والمباراه هي ضد نوتنغهام. اوه ركله جزاء، يا بتزيد يا الدنيا بتنقص، يا بتزيد يا بتنقص. كريستيانو رسميا زائد واحد، يا عيني يا الدون يا عيني. وانتهت المباراه رسميا، ولكن بلعنا التعادل باخر دقيقه. كريستيانو رونالدو وصل 83، ميسي باقي له اسيست او جول بيزيد حبه، وعنده فرصه مهمه بهي المباراه لانه نحن بالمركز ال15 امام نادي برايتون، وفرصه انفراد عن طريق كريستيانو اذا بضيعها بيرس لا تضيعها يا دون. الله يا رونالدو يا كبير، زود واحد زود واعطيني وركلة جزاء لمصلحة كريستيانو، وفرصة للتزويد. ضيعها للأسف، أنه كريستيانو سجل هدف ولكنه ضيع ركلة جزاء، وبالتالي ما استفدنا شيء. زاد واحد على الهدف ونقص واحد لأنه ضيع ركلة جزاء، وبالتالي حيظل نفس الريتنج. حاليا كريستيانو رونالدو هو هداف الدوري، الريتنج حاليا عند كريستيانو رونالدو 83 وميسي 81. إذا وصلت لهالجزئية من المقطع حط لايك واشتراك لأن المقطع متعوب عليه بزيادة، بدنا نوصل 50,000 لايك لنكمل هاي السلسلة. قررت كذلك أني أتعاقد مع زميل ميسي السابق أشرف حكيمي وزميل كريستيانو كذلك، وهذا اللاعب بيعرف أنه يلعب معهم فبيكون في تناغم جوا الملعب. طلبوا مني كاي هافرتس وفوق 26 مليون، ليش؟ طيب خذوا كاي هافرتس وفوق 13 مليون. ساعتها موافق، يا اخي هافرتس اغلى اصلا من حكيمي. الو طيب يلا مو مشكله، بما انه ما رح نحتاج هافرتس خذوه. وهذا الاشرف حكيمي ووقعنا معه كذلك بنجاح وانضم على النادي رسميا. والله الاداره بتجلدني على هالصفقه يا جماعه. سي قررت كذلك جيب جناح يسار مكان اللي هو يا جماعه الخير الجابرييل المارتينيلي، لانه الصراحه طاقاته شويه تعبانه. يعني بدون سميثرو فوق 25 مليون، ايش في؟ طيب خذوا سميثرو فوق 17 مليون مثلا، حلو نايس. والكمية كراسكو وانضم على النادي رسميا. ليه ما نرى عم تتعاقد مع هدول اللاعبين والحلقة عن ميسي والدون؟ بكل اختصار بدي لاعبين يصنعوا لميسي وكريستيانو أجنحة قوية، أظهر قوية، عرضيات رهيبة وأهداف كثيرة. هيك خلصنا فترة الانتقالات، جبنا ظهيرين وجناح، فيعتبر الصراحة التشكيلة صارت ممتازة. المباراة جاية ضد نيوكاسل، وبيبدأ دوري أبطال أوروبا رسميا، وهي مجموعتنا الصعبة يا جماعة الخير، فيها باريس سان جيرمان، بي إس في أيندهوفن، وكذلك سلتيك الاسكتلندي. فرصة للبوكايو اليو، آخر فرصة بالمباراة، الدقيقة قربت من التسعين. ميسي من أجل الحسم، ميسي 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 ميسي، الله يا اليو، في آخر الأوقات يظهر اليو. يا عيني يا عيني، شكرا يا ميسي. وانتهت المباراة، الحمد لله الحمد لله، أخيرا أخيرا بداية دوري الأبطال ومباراة باريس سان جيرمان. حاليا ميسي 82 كريستيانو 83، وهي بنا على مباراة البي اس جي. حلوة حلوة، رونالدو رونالدو جلاد البي اس جي يا كبير، يا عيني يا الدون. وفرصة الثانية لرونالدو، انفراد صريح، رونالدو رونالدو رونالدو، كريستيانو كريستيانو رونالدو، الثاني لملك دوري الأبطال. الله يا دون الله.
الله وانتهت المباراة ورسميا يا جماعة الخير 2-0. كريستيانو رونالدو زودناه حاليا حبتين لانه عمل يا جماعة او سجل هدفين، وبالنسبة لليونيل ميسي صنع هدف كذلك بمباراة دوري الابطال، وبالتالي الان يمتلك ميسي اسيستين ولازم انه نزوده كذلك حبة. وحاليا ميسي بيعلم ال 82 كذلك لل 83. الان بنبدا محاكاة يا جماعة الخير لحد الاعلان عن الفائز بالكرة الذهبية اللي هو بيكون بالشهر الاخير من السنة، وعندنا مباريات صعبة الصراحة بالدوري وبدوري الابطال. ممكن انه نلعب المباريات المهمة فقط ونشوف اداء اللاعبين، ورح نحسب بالنهاية نتيجة تطورهم كل شهر. مبدئيا عندنا مباراة ضد نادي فولهام، بنعمل محاكاة ويا رب. وفزنا 2-1 وكريستيانو سجل الهدف الثاني. اذا كريستيانو حاليا 86 وميسي لازم يشد اذا كان حابب يلحق برونالدو. وفرصة ميسي الان من مباراة سهلة ضد نادي نوريتش سيتي، وكذلك 2-0 ورونالدو رجع سجل. اذا رسميا كريستيانو رونالدو الان وصل 87 والمنافسة بدأت تصعب، الفرق 4. الان مباراة ضد شيفيلد ونحن ترتيبنا من المركز التاسع ولازم فوز، وفرصتك لميسي انك تسجل على الاقل هدفين. وهي المباراة تعادل، لا ميسي سجل ولا كريستيانو حتى. والان رجعنا لدوري الابطال من بوابة البي اس في ايندهوفن، وانتعسنا 3-1 بس انه ميسي سجل، وهي النقطة الايجابية الوحيدة. اذا ميسي 84 كريستيانو 87 والمنافسة ما زالت مستمرة، ولكن ميسي بالابطال عم يبدع اكثر من الدوري. حلو، 2-0 كريستيانو رونالدو مسجل ركلة جزاء وميسي مسجل بداية 41. هي الطاقات الحالية عند كريستيانو وعند ليونيل، وحاليا الفرصة مواتية لميسي وكريستيانو رونالدو من اجل تسجيل المزيد من الاهداف. فرق 3 بالريتنج، ولكن ما زال عند ميسي امل انه يلحق كريستيانو. وخسرنا بالنهاية بنتيجة 3-2، ولكن ميسي جاب لي جولين، ماني عارفان افرح ولا ازعل. حاليا ميسي لازم يوصل 87، ولكن الاسيستات ما القينا نظرة عليها. حاليا كريستيانو عنده اسيستين فلازم انه يزيد حبة بالريتنج، وميسي بيزيد حبتين بسبب الهدفين اللي سجلهم بالمباراة. اذا كريستيانو هو اول لاعب بيوصل 90 ما بين اللاعبين، ولكن الهدف هو 99 وليس 90 بس. ضروري جدا الفوز بهي المباراة يا شباب، ضروري جدا الفوز. 6-1 يا ساتر. ميسي جول، ميسي جول للان، رونالدو جول، رونالدو جولين، كراسكو يا رونالدو هدفين وميسي هدف، يا حرام كراسكو جايب جولين كمان. 6-1، توقعت على الاقل هاتريك من ميسي او هاتريك من الدون. اذا كريستيانو رونالدو رسميا وصل ريتنج 92 وميسي وصل ريتنج 88، وكريستيانو طاقاته اصبحت اسطوريه بزياده، وميسي لازم يشد اذا كان حابب يلحق بكريستيانو رونالدو. ولكن الحلو انه المنافسه قويه، وممكن بسوبر هاتريك واحد ميسي عادل كريستيانو، ممكن بسوبر هاتريك كريستيانو يوصل 96. والفرصه الان من امام مانشستر سيتي، المباراه اللي لازم انه نشوفها لانه نحن بالمركز التاسع. حلوه فرصه انفرادي عن طريق ليو ميسي، ليو ميسي، ليو ميسي، ليو ميسي، كمل يا ميسي، ليه توقف ليه؟ حلوه الاسيست للدون، الدون يا رونالدو يا كبير. ميسي رفض التسجيل واعطاها للدون، يا عيني يا عيني يا ثنائي النار. وانتهت المباراه بنتيجه 1-1. اذا كريستيانو حاليا وصل 93 وميسي 88، كذلك ميسي وصل 4 اسيستات، وبالتالي لازم يزيد حبه بالريت. المباراه الجايه ضد ساوثهامبتون سهله، وخسرنا بركلات الترجيح. ليه كم مدر... يا هو كل الفريق مضيع، وتعادلنا 1-1 بس مين اللي سجل؟ هو ميسي اللي سجل، ميسي اللي سجل. طيب اوكي، اصلا مو مهم الكاس، المهم الدوري ودوري الابطال. يلا اذا رسميا ميسي اقترب من كريستيانو رونالدو، بما انه اللاعبين حاليا صاروا فوق ال 90 فبنصعب الشروط، وبصير لازم تسجل هدفين حتى انك تزيد حبه بالريتنج. والاسيستات كذلك تضاعفت، وصار على كل 4 اسيستات بتزيد واحد بدل اسيستين، فالموضوع اصبح صعب جدا. طيب يلا بسم الله، مين بيجيب الهاتريك؟ مين بيجيب الهاتريك يا اولاد؟ اوه بابا 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 بابا، 6-1، 6-1 بالاياب. كريستيانو هدف، ساكا هدفين، رونالدو هدفين، رونالدو هاتريك، رونالدو هاتريك، يا ساتر. لازم يزيد حبه، والان اذا سجل هدف بيوصل 4 اهداف وبيزيد حبه كمان. رسميا كريستيانو رونالدو 94 ريتنج وفرق 4 حبات عن ليونيل. 4-0، 4 هاتريك، سوبر هاتريك، يا ساتر يا ميسي، يا ساتر يا ميسي، يا ساتر، زائد 2 على طول بالريت. واو يا ميسي، واو يا جماعه، بيصير فرق حبه بس. حاليا ميسي 92 كريستيانو 93 واشتعلت المنافسه. حاليا لنلقي نظره على هداف الدوري، هو ليونيل ميسي، كريستيانو 6 بس كريستيانو الهداف بالابطال، وبالتالي ميسي اعلى بالدوري. حاليا عندنا مباراه ضد كريستال بالاس ومركزنا التاسع. يلا يا دون، هل سترد على ليونيل ام ماذا؟ 6-1، يا ساتر، ميسي جولين، كريستيانو جول للان، او ماي جاد، ميسي جولين وكريستيانو جول. يعني كريستيانو حيزيد لانه مسجل هدف من اول، وميسي حيزيد حبه كذلك. يا ساتر يا ساتر، 6-1 مش طبيعي. يعني رسميا كريستيانو بيوصل 94 وميسي بيوصل 93 والمنافسه على اشدها. الان رجعنا لدوري الابطال، وطبعا مين هداف الابطال؟ هو كريستيانو رونالدو. ميسي مو مبين بالابطال، ميسي هو هداف الدوري. والان المباراه ضد البي اس جي، طبعا احنا متصدرين وتقريبا شبه متاهلين، فحتى الخساره ما راح تفرق للامانه. وهات نشوف، تخيل كريستيانو يرجع يجلدهم، تخيل يا جماعه شو قصه 6-1.
مش طبيعي مش طبيعي والله. ميسي سجل جول، ميسي سجل جولين وكريستيانو سجل جولين. يا ساتر يا ساتر، فيك 6-1 على باريس. شو برشلونه مباراه الريمونتادا يا جماعه، مش طبيعي والله. حاليا رونالدو 95 ميسي 94، عندنا الان مباراه ضد بيرلي 4-2 4-2. ميسي هدفين، ميسي هاتريك، ميسي هاتريك. يا ربي يا ربي ميسي، شو مين بده يوقفه اليوم والله يا جماعه. ميسي والدون عالميين اليوم، هذا بيسجل هذا بيسجل هذا بيرجع بيسجل هذاك بيرجع بيسجل، شو القصه. حاليا ميسي هداف الدوري ب 13 هدف، يعني الان ميسي لازم يوصل 95 وبيعادل رونالدو، بحال سجل هدف كمان حيوصل 96 لانه بهي المباراه جاب لنا هاتريك والمنافسه على اشده، والان وصلوا لنفس الريتنج. الان بننتقل للاعلان عن الفائز عن الكره الذهبيه، وبعدها يا جماعه الخير لازم يبدا دور 16 من دوري ابطال اوروبا الان. وبما انه اللاعبين صاروا افضل لاعبين باللعبه، الشروط لازم انها تصعب يا جماعه، لانه تسجيل هدف او هدفين مساله سهله، او صناعه هدفين حتى شيء اسهل من السهوله. فالان اللي حابب انه يتطور ويزيد واحد لازم انه يجيب هاتريك بالمباراه، يعني اذا سجلت هدفين والمباراه اللي بعدها سجلت هدفين ما بتزيد، لازم تجيب هاتريك حتى انك تزيد واحد بالريتنج. مثل ما انتم شايفين كل مباراه عم يجيبوا هاتريك، فالوصول ل 99 يعتبر مساله سهله بالنسبه لهم. كذلك الاسيستات، على كل 6 اسيستات بيزيدوا واحد بالريتنج، وهذا الشيء صار شبه مستحيل. وهي ضد البي اس في 2-1، ورونالدو كان باقي له جول وبيتطور، وميسي حصل على جائزه لاعب الشهر، وهدول المرشحين لجائزه الكره الذهبيه، وميسي وكريستيانو غير مرشحين. الو شلون يا رجل شلون؟ وتعادلنا 1-1 ضد برمت، وكريستيانو ضيع ركله جزاء، يعني بينقص اللي بيضيع ركله جزاء بينقص، وكريستيانو هو منفذ ركلات الترجيح. اذا حاليا للمره الاولى من بدايه الحلقه كريستيانو بيصير اقل من ميسي بالريت، كريستيانو رجع لل 94 وميسي حاليا هو المتفوق. واو، مباراه ضد نادي ويست هام، تخيل نفوز 6، والله ماني عامل شيء يا جماعه، ما بعرف شلون اصلا، مستحيل يا رجل مستحيل والله مستحيل، شو القصه؟ لا وحتى ما حدا جاب هاتريك كريستيانو، هدفين ها يا دوون. شوفوا والله اذا هي المباراه عاد 6 انا بوقف المقطع خلص، صدقوني والله خلص. بسم الله بسم الله، ايوه 5-4 5-4. لا يا دون يا اخي، كريستيانو كل مره بيسجل هدفين، حرام عليك يا دون حرام عليك. رونالدو مو ناوي يزيد بالريتنج حرفيا، كل مباراه عم يسجل جولين، والمشكله انه العداد بيرجع من الصفر. يا رونالدو، طيب رونالدو في مواجهه فريقه السابق، وميسي بمواجهه الفريق اللي سجل عليه بنهائي دوري الابطال 2000 و3-1. يا رونالدو، اوكي رونالدو مو جولين، رونالدو جول واحد. اوكي اوكي يلا فرصه حتى ناخذ الصداره، ونحن عم نلعب مع نيوكاسل، اذا فزنا بنقرب بزياده من الصداره. ارجوك يا دون ارجوك يا دون عاد سجل دون، اذا بجيك جولين انا حاعتزل صدق. ميسي جول ورونالدو جول. اوكي اوكي في فرصه انه ميسي يكون جايب هاتريك او رونالدو، لانه نحن مسجلين 4 اهداف. اوكي باقي جول لرونالدو على هاتريك خلال 3-2-1. رونالدو هاتريك، رونالدو هاتريك، رونالدو هاتريك. نعم وبيرجع بيرجع 95. يس حاليا الدون رجع لل 95 رسميا، والمنافسه مستمره مع ليونيل ميسي. فرصه من امام برايتون التعبان وتحقيق هاتريك جديد يا كريستيانو او يا ميسي. ساكا ورونالدو، رونالدو سجل بس يا اخي ما استفدنا شيء. حاليا بنشوف قرعه دور ال 16، بنلعب ضد مين؟ بنواجه نادي اولمبيك مارسيليا. حلو يلا بسم الله، من امام كولشستر يونايتد. او ماي جاد خسرنا 2-1، يرحم ابوك انه في اياب. الو حاليا السيتي متصدر فرق 7 نقط. واو يلا ضد الولفز، ارجوك يا ميسي ارجوك. رونالدو جول وساكا جول. طيب في فرصه لكريستيانو انه يكون جايب هاتريك. رونالدو باقي لك جول يا رونالدو، يا رونالدو يا كبير، هاتريك يا دون. الحمد لله هاتريك هاتريك جديد يا جماعه لكريستيانو، وبيتفوق على ميسي. اذا رسميا كريستيانو وصل الان ريتنج 96، ونحن الان بالمركز الثاني ضد برينتفورد. مباراه سهله يا شباب، 2-0 حكيمي وكراسكو. اوكي وين الدون؟ ومن امام النوتنغهام هيا نشوف ميسي وكريستيانو ماذا سيفعلون. 3-1 ميسي ميسي. اوكي 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 في فرصه انه ميسي جايب هاتريك. الله يس يس يس، الحمد لله الحمد لله ميسي جايب هاتريك. توقعت والله انه توقعت حدا ثاني حيسجل الجول الاول ويخرب عليه الهاتريك. اذا رسميا ميسي 96 رونالدو 96 وباقي 3 حبات، وحدا بيوصل 99 ريتنج. الامل متوقف على 3 هاتريكات فقط، مين راح يلحق اول؟ هذا السؤال. وميسي حقق جائزه لاعب الشهر للمره المليون. مين هداف الدوري الان؟ كريستيانو هو هداف الدوري 22 هدف قلبها على ليو، بس اللاعبين فنانين وعاملين مستوى عجيب. ورسميا اللي بيوصل 99 اول هو اللي راح يكون الكابتن بنهائي دوري ابطال اوروبا حالة وصولنا له. الان مباراة ضد استون فيلا، ارجوك يا ميسي ارجوك يا دون. 2-0 حكيمي وكراسكو. يلا ضد شيفيلد 1-0 خسرنا. الان بداية دور ال 16 ضد اولمبيك مارسيليا، هل سنفوز؟ رونالدو مضيع ركلة جزاء، لا رونالدو مضيع ركلة جزاء بينقص. يا ساتر يا رونالدو. الان رونالدو رجع 95، ولكن السؤال ركلات الجزاء عند الدون كم؟ ركلات الجزاء عند كريستيانو 97، وما هيك ضيع، يعني الدون لازمه 4 هاتريكات الان. واو ولكن لا صعب على الدون، لا صعب يا جماعة على كريستيانو. صدقوني رونالدو بيعيش على الانتقادات يا جماعة، بيقوى من الانتقادات. والآن المباراة ضد نادي فولهام، وهات نشوف. 5-2 رونالدو هدفين، رونالدو 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 رونالدو. لا لا ميسي جايب جولين، رونالدو جولين. يا الله
الان ضد الريدز، ومثل ما بتعرفوا كريستيانو هو جلادهم يا جماعه، وفرصه اني اخذ الصداره. ارشو 4-3 يو كراسكو، لا ما تقلي كراسكو جايب هاتريك، رونالدو جول واحد بس، يو الله بس فزنا، اهم شيء فزنا يا رجل. حاليا عدنا لاجواء الشامبيونز ليج، رونالدو هو الهداف برصيد 11 هدف يا جماعه، وفزنا بالذهاب 3-2 والاياب الناري على ارضنا وبنتيجه 5-0. ميسي جول. اوكي 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 اوكي، انا اشوف المجموع الله يخرب بيت الشغل، شوف المجموع المباراتين 8-2. طيب ميسي عنده امكانيه للهاتريك وكريستيانو عنده امكانيه، رونالدو هدفين، لا لا رونالدو هدفين بس ما جاب هاتريك، حسبي الله. المشكله انه كريستيانو هداف الدوري وهداف الابطال ومع هيك ميسي اعلى، شلون هي زبطت هيك ما بعرف، ولكن تابع الحلقه مره ثانيه حتفهم الظاهر اللي صار، حتى انا ذات نفسي مالي فهمان. الشيء المهم الان انه ميسي وصل 14 اسيست، وبالتالي لازم يزيد حبه كذلك بالريتنج. انا اخر مره زودت ميسي على الاسيستات كان عنده 4 اسيستات بس، الان المفروض كل 6 اسيستات يزيد، المفروض انه يزيد حبه بالريتنج. يا ساتر، الان ضروري دوني يرد على الانتقادات لانه ميسي باقي له حبتين يا جماعه وبيوصل 99، ولكن مثل ما ميسي عمل ريمونتادا عادي كريستيانو يعمل ريمونتادا كذلك، ومن بوابه ايفرتون. طيب بسم الله 6-1 مره ثانيه، لا اله الا الله. كريستيانو 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 هدف، كريستيانو هدفين بقى، لسه باقي 3 اهداف، مستحيل رونالدو مو هاتريك مستحيل. كراسكو حكي لا 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 لا، باقي جول باقي جول باقي جول باقي جول، خلال 3-2-1 رونالدو الهاتريك، رونالدو الهاتريك، رونالدو الهاتريك، عرفان ما بيخيبني يا عمري، يدون يا عمري يدون يا عمري. اذا الدون يعود رسميا 96 وفرق حبه بس عن ميسي، ونصاب تمبر باهم فتره من الموسم حسبي الله. حاليا ما زال السيتي متصدر، والله مو تاركين الصداره لحد هدول. الان حان وقت معرفه قرعه ربع النهائي وبنواجه ريال سوسيداد، الله عليكم هذا اسهل خصم يا رجل. الان من بوابه بيرنلي النادي المتواضع خلينا نقول، 3-2 رونالدو مضيع ركله جزاء مره ثانيه حسبي الله. طيب اذا جايب هاتريك ساعتها لا من نقصه ولا من زوده، او ماي جاد حتى ما جاب هاتريك، ميسي اخذ له الهاتريك. اه يا رونالدو، المشكله انه كريستيانو قوه ضربات الجزاء عنده 97 وما هيك عم يضيع، هذا الشيء الغريب. الان اجينا لمباراه الريال سوسييداد، وخلينا نشوف شو اللي ممكن انه يصير. او ماي جاد خسرنا، خسرنا 4-3، ميسي مسجل جول، في امكانيه بس ميسي انه يسجل هاتريك يا رب. اوكي اوكي، اذا ميسي جايب هاتريك دعس. رونالدو خرب الهاتريك على ميسي وفوق منه خسرنا، لا لا لا. الان مباراه ضد نادي توتنهام، هيا بنا هيا بنا، ارجوك يا دون ارجوك يا دون، 2-0. اه الان رجعنا مره ثانيه، تخيل نطلع، والله ضد سوسيداد عيب، عندك ميسي وكريستيانو وتطلع من دوري الابطال، في شيء غلط ساعتها. او ماي جاد فزنا 6-1. اوكي هدي هدي هدي، ميسي جايب جول، صليبا، حكيمي، ماشي ما في امكانيه للدون، في امكانيه انه ميسي جايب جولين كمان. اوكي رونالدو جايب جول، رونالدو جايب جولين، رونالدو جايب جولين، رونالدو جايب جولين، ما اعرف يجيب الهاتريك حسبي الله. مالي فهمان شو وصلت 6-1 هالموسم، هل هي اشاره للزمالك ولا اشاره لباريس ولا شو بالضبط، غريب والله. او ماي جاد السيتي فرق 6 نقط حسبي الله. يلا يا رونالدو يلا يا رونالدو، ارجوك يا رونالدو ارجوك. 4-1، اه ما في حدا جاب هاتريك يا اخي، رونالدو كل مره بيسجل هدفين، لا اله الا الله. هداف الدوري هو كريستيانو يا رجل، معه 9 جوال اعلى من ميسي، بس كل مره بيسجل هدفين، ميسي يا بيسجل هاتريك يا اما ما بيسجل. الان مباراه ضد مانشستر سيتي، فرصه. اوه اصبر، اذا فزنا بنتصدر صح؟ او ماي جاد اذا فزنا بنتصدر يا جماعه رسمي، اذا فزنا يا جماعه بنتصدر رسمي على حساب المان سيتي. او ماي جاد اهم شيء فزنا فزنا، مو مهم مو مهم. رجع رونالدو، شو رونالدو، رونالدو يرحم ابوك بالله عليك جيب هاتريك يا اخي، كل مره بتسجل هدفين كان صرت 99 من اول، مش طبيعي هدون. يا عمري يا عمري يا عمري، ممتاز. مبدئيا هي الفرقه اللي تاهلت وبرشلونه طلع، وبنواجه مين؟ بنواجه المان سيتي، والريال بيواجه البي اس جي. هي مباراة سهلة، بورنموث يا رونالدو، بورنموث، شوف بورنموث بالمركز ال 18، يعني رونالدو لازم هاتريك، هيا بنا يا رونالدو يا رونالدو. اوكي اوكي، او ماي جاد او ماي جاد، اوكي كراسكو جولين، رونالدو جول، رونالدو انطرد، 7-0 فايزين، رونالدو هاتريك، رونالدو هاتريك، رونالدو هاتريك، الحمد لله الحمد لله، اخيرا هاتريك. ميسي سجل بس انه سجل جول واحد بس، يا عمري يدون يا عمري. رسميا كريستيانو بيرجع 96. الان المباراة ضد السيتي، رح نعمل محاكاة للذهاب والاياب، بنشوفها من ارضية الميدان، هالاند في مواجهة رونالدو وميسي، وهيا بنا نشوف. 3-3، هالاند مسجل وديفيز مسجل وفودن مسجل كذلك ورونالدو، ديفيز مسجل لي هدفين، واو يا ديفيز يا وحش، والله الاياب نار وشرار بيكون، الله يستر. بس المشكله انه كريستيانو مطرود وما بيلعب هاي المباراه، يعني الامكانيه لميسي بس انه يتطور زياده. اه يا رونالدو حاليا وقبل المباراه، هي احصائيات اللاعبين، كريستيانو وصل 14 اسيست، ايه لازم يتزود كريستيانو، اذا هيك لازم كريستيانو يتزود، لانه بتعرفوا كل 6 اسيستات لازم انه يزيد، فحاليا وصل ريتنج 97 مناصفه مع ليونيل ميسي. والان يا جماعه رجعنا للتعادل من جديد وبدات مرحله الحسم. اوكي ميسي جايب جول بس، جول واحد، جول واحد ميسي، اوكي اوكي، وفزنا 3-0، يعني الدوري قرب ينحسم خلص، اهم شيء عوده كريستيانو رونالدو بالوقت المناسب مباراة دوري الأبطال. الآن هاي المباراة لازم نشوفها من أرضية الميدان. الريال خسروا بالذهاب 3-1، ولكن مفكريني خايف؟ لا
والله مالي خايف، انا بعرف شو اللي حيصير، انا بعرف وانت بتعرف عزيزي المتابع، والكل بيعرف انه الريال بالنهايه، الكل بيعرف انه الريال حيتاهل. الان المباراه المهمه وعلى ملعب الامارات، مباراه اياب نصف نهائي دوري الابطال، ترى الذهاب تعادل 3-3، اللي بيفوز بيتاهل بكل اختصار. وهي بنا خلونا نبدا من البدايه. دقيقه 2 فرصه عن طريق الاوديغارد لكريستيانو، كريستيانو بعد التطوير، كريستيانو لليو، ليو 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 من كريستيانو رونالدو، شكرا يا ميسي، شكرا من الدقيقة واحد يا عيني الليو. رونالدو رونالدو رونالدو، حلوة. كراسكو كراسكو ميسي 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 ميسي، مش طبيعي. يا ساتر يا الانهاء، يا ساتر يا ساتر، ممكن ميسي يجيب هاتريك، ترى لسه الدقيقة 30. أرضية من الكي دي بي للفودين، لا يا حارس فودين يسجل راسية، حرام عليك. وانتهت المباراة ورسميا يا جماعة حسمنا تأهلنا على النهائي. السؤال الآن، الريال شو عملوا بالمباراتهم؟ هذا السؤال. مع مين بنلعب بالنهائي؟ او ماي جود، هلبوها 5-1. الآن المباراة ضد مانشستر يونايتد لحسم الدوري تقريبا، يعني ميسي ورونالدو ماذا سيفعلان؟ ميسي ورونالدو 4-1. رونالدو جايب جولين، رونالدو رونالدو، أرجوك يا رونالدو، أرجوك يا رونالدو، لا يا رونالدو، جولين بس، حرام عليك. حاليا احنا متعادلين بالنقط مع السيتي، ما في مجال للخسارة أبدا. طيب أمام كريستال بالاس، كريستيانو والليو 5-0. ميسي ميسي في امكانيه للهاتريك، وكريستيانو في امكانيه، رونالدو في امكانيه، وميسي في امكانيه للهاتريك. رونالدو رونالدو، ما رونالدو الوحيد اللي عنده امكانيه الهاتريك. رونالدو 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 رونالدو، رونالدو هاتريك، نعم رونالدو هاتريك، وصل 98 كريستيانو الان 98. يا ساتر، رجع سبقه لميسي يا جماعه، رجع سبقه والله. اوه السيتي تعادل، يا ساتر، يعني الدوري رسميا احنا قلنا اذا فزنا بهي المباراه حتى التعادل ترى بيجيب لنا الدوري، ولكن لازم اني فوز. خلينا نشوف شو اللي بيصير. ميسي ام رونالدو، ميسي ام رونالدو، 6-2. ميسي مسجل ورونالدو مسجل، مستحيل ما في واحد جايب هاتريك، مستحيل مستحيل. كراسكو، ميسي 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 جايب هاتريك، ميسي جايب هاتريك، وكريستيانو جايب جولين. ميسي بيرجع بيعادل كريستيانو مره ثانيه، والمباراه الاخيره مباراه الحزم ضد الريال اللي بتوصل واحد منهم 99. يا ساتر، 100% لازم واحد منهم يجيب هاتريك، لانه بكل اختصار قوته 98، مستحيل ما حدا يجيب هاتريك، مستحيل. على ملعب سانتياغو برنابيو النهائي، وبالتالي المباراه جدا صعبه. خلينا نشوف تشكيله الريال ونلقي نظره عليها. ول 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 ول. بسم الله، دخلنا الان على المباراه مع التشكيلتين الاساسيتين. يا ساتر يا ساتر، فينيس، او ماي جاد او ماي جاد، فينيس، او جول، اوه سجلوا، حسبي الله ابراهيم دياز. لا يا شباب، لا يا شباب، ركز يا شباب، ركز لضيع المباراه. باصات لعيبتي سيئه، باصات لعيبتي، لكن ريالك شو البساط. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، ما عم لحق استوعب انا، ما في حدا عم يلحق استوعب. فم حاجه يا فم حاجه، هدي 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 هدي، وين الدون، وين الليو، وين الليو؟ ميسي 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 ميسي، سجل لي، يس 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 يس. 2-1 2-1، ما زلنا يا جماعه باجواء المباراه. لا يسجلوا حلوه. ميسي 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 ورونالدو، ميسي ورونالدو، ميسي ورونالدو، يا عيني يا عيني على الطرف، يا عيني، كمل كمل كمل، دو 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 دو. اجت بالعارضه، حلوه، اخر فرصه اخر فرصه، حلوه، ما زالت. ميسي ميسي ميسي، تعادل ميسي تعادل ميسي تعادل، باقي له جول، باقي له جول، مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي. لو صار السيناريو اللي ببالي، انتهى الشوط الاول، ميسي باقي له جول على الهاتريك. شوف هل ميسي بيجيب الهاتريك ام لا. ميسي 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 بامكانيه الهاتريك، ميسي بامكانيه الهاتريك، ميسي ميسي، وينه ميسي وينه ميسي وينه ميسي وينه ميسي، وينه الهاتريك الهاتريك يا جماعه، الدقيقه 50. يا ساتر يا ميسي يا ساتر، رسميا اذا ميسي بيوصل 99 ريتنج. يلا يا الدون، وين الدون، وين رونالدو، وين رونالدو، رونالدو متمركز جوا، رونالدو رونالدو رونالدو، ميسي ميسي ميسي، او ماي جاد او ماي جاد، يا اللعب يا المارتين يا الاوديغارد، يا واحد دخلت المباراه بالغلط. يلا على العموم بنتابع المحاكاه سويه، المفروض اني ادخل محاكاه كنت بهي الطريقه، كان بيكون اسلس او احلى نوعا ما. لا اله الا الله، فيني جونيور فيني جونيور فيني جونيور، عرقله عرقله، جابوا التعادل. لا والله فرق جول لسه، اوكي اوكي، لا يجيبوا التعادل. الله عليك يا صليبا يا وحش، الله عليك الله عليك، المرتده 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 يا رونالدو، المرتده المرتده يا رونالدو يا رونالدو يا رونالدو، ليه ترجعها يا رونالدو ليه؟ ما زالت ما زالت ما زالت ما زالت، السوبر هاتريك السوبر هاتريك السوبر هاتريك، يا ساتر، بنهائي الابطال سوبر هاتريك. ميسي 19 سنه، مش طبيعي يا عيني يا عيني. رونالدو اخيرا سجل، اذا باقي 9 دقائق، اذا رونالدو بيجيب الهاتريك رسميا الاثنين بيوصلوا 99 بنفس الوقت، ساعتها ميسي ما سبق كريستيانو بيكون، ولكن باقي 9 دقائق، هل الدون قادر انه يسجل هدفين؟ هذا السؤال.
طبعا انا حاليا بوضعيه المدرب وعم راقب فقط، ما عم بتحكم باي شيء مشان ما اتحيز لولا لاعب يا جماعه. اخر فرصه، اخر فرصه، خلاص 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 خلاص، حسمها ليونيل ووصل 99. ولكن كريستيانو كم مناره كريستيانو، 98. الاثنين بالنهايه اساطير وحان دوري الابطال رسميا، وميسي تفوق على شعره يا جماعه بالنهايه. اذا حابين حلقه كمان اضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وسلام.